السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم غراتان بالخضره. نتلاقاو بعد الفاصل. September we met, I can tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو هنايا عندي 5 الحبات ديال البطاطا اللي نقيتهم وقطعتهم مربعات. سلقتهم نص سلقة مع شوية ديال الملحة صافي. ودوزتهم فواحد جوج معلقات ديال الزيت. هنا عندي فلافل الألوان اللي شحرتها فواحد جوج قطعتها في الطول رقيقة وشحرتها مع جوج معلقات تاع الزيت وشوية ديال الملحة. واللي بغى يشويها ويقشرها ويقطعها حتى هي كتجي زعما زوينة. وكذلك بالنسبة للبطاطا اللي بغى يسلقها نص سلقة ويدخلها للفران. هنا عندي الباذنجان اللي غسلته وقطعته دوائر وصوطيته في واحد المعلقه ديال الزيت. ولا دهنوه بالزيت ودخلوه الفران. عندي فروماج محكوك، شويه الملحه، شويه الابزار. عندي هنايا لاصوص ديال المطيشه، طوماط سيريز طيبتها مع شويه الملحه وزيت البلديه وجوج دروس ديال الثومه حتى طابت. وطحنتها في الطحانه اليدويه وزدت عليها الزعتر مطحون. عندي هنايا 4 ديال البيضات. غنبداو على بركه الله. المهم ناخذ هاد 4 البيضات وندير عليهم شويه ديال الملحه. ما نكثروش لان كلشي عندنا فيه الملحه. شويه الملحه، شويه الابزار. هاد نخلطها الخلاطه. صافي غنخليه على جنب. غناخد بلا اللي كيدخل الفران، غنستف فيه نصف الكمية ديال الباذنجان هكا. تقدروا ديروا بلا كبر من هذا وتضعفوا المقادير. صافي غادي فوق منو بطاطا. صافي غندير فوق منو الفلافل اللي عندي. كيجي هاد الكراتان كيجي رائع، كيجي لذيذ. ندير عليهم شويه ديال لاصوص ديال المطيشه هذا كامل الفوق. وغندير هادشي اللي بقى ليا ديال الباذنجان. صافي غندير عليه هاد لاصوص هادي اللي بقات، عفوا غنكب عليه البيض. ندير
يكب عليه البيض بحال هكا من الفوق. وغادي ندير عليه لاصوص ديال المطيشه. صافي غندير عليه الفرماج من الفوق. فهاد الاثناء انا شعلت الفران على درجه حراره 180 درجه، كنشعلو عليه الفوق والتحت، وكندخلو هاد الكراتان ديالي غير يشد غير تجمع داك البيض لان العناصر كلها فيه طيبه. صافي نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديال الكراتان ديالنا. الكراتان ديالنا بعد ما طاب كيجي على هاد الشكل هذا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه الى وصفه اخرى ان شاء الله.